السنة دي في المتحدة فيها 20 مسلسل فى في 11 مسلسل 15 حلقة وتسع مسلسلات 30 حلقة على التلفزيون او على القنوات هيبقى في 19 مسلسل وفي مسلسل واحد بس حصري هيبقى على ووتشت بالاضافه لباقي المسلسلات وهو لحظه غضب ل مبارك ومحمد شاهين حابب نتكلم على المسل... على قناه قناه زي ما انت حضرتك حابب لا لا حبيب انا عايز زي ما حضرتك حابب لا لا خدهم مسلسلات يعني طبعًا. انا همسك ح... حته الدراما التاريخيه صح اللي كانت بتنقصنا قوي جدا جدا ول... وللأسف احنا اللي بداناها وللاسف في العالم وفي... وللاسف ناس ابتدت تتفوق, آه. علي تتفوق علينا فيها آه. او دول ابتدت تتفوق علينا تركيا ابتدت كانت في يعني الفتره يعني اللي فاتت احنا في, في العالم العربي والشرق الاوسط احنا سوريا التاريخية طبعا فان احنا نرجع لده مره تانية دي حاجه هايله السنه دي الحشاشين مسلسل متعوب عليه المسلسل المفروض كان يتعمل السنه اللي فاتت ولم كان يتعمل ولا يتعرض كان يتعرض السنه اللي فاتت اه وبدا تصويره فعلا من قبل رمضان السنه اللي فاتت ولما لقوا ان المسلسل محتاج وقت ومحتاج سفر كتير ومحتاج انه يتقاعد عليه في الكتابه وكل الكلام ده عادي انه يتاجل السنه السنه دي زي يصرفوا عليه و... سفر راحوا فين بقى وفين؟ سافروا بلغاريا سافروا دول دول كتير جدا تصوير خارجي كتير بلس الحركة هو مستعانين كمان بفرق بناس اجانب عشان خبراء اجانب عشان الجرافيك وعشان تصميم المعارك وعشان كل الحاجات دي احنا بنشوف مسلسل اجنبي زي ما بنشوف المسلسلات التاريخيه بره احنا بنشوف انا شفت البرومو كده طبعا كريم صاحبي فانا مبسوط قوي وعشت معاه جزء من الحاله وهو بيحضر نفسه ووالى اخره هو مستغرق جدا في المسلسل ده بقى له سنه ونص ما حدش بيشوفه تقريبا كل اللي من كريم بيتر ميمي عبد الرحيم كمال مع حفظ الالقاب للجميع اه المؤلف عبد آه طبعا طبعا آه الانتاج فتح اسماعيل وكل الكروب بتاع المسلسل اي حد تكلمه يقول لك انا لو بطلت الشغلانه بعد المسلسل ده هكون مرضي خلاص ومرتاح ان انا عملت حاجه ما اتعملتش قبل كده في الدراما العربيه مش في الدراما المصريه بس وعامل حاجه يبقى فخور بيها